أهلاً أعزائي المشاهدين، أرحب بكم أجمل ترحيب من الأراضي المقدسة، من جبل الزيتون، الجبل المحبب على قلب المسيح الذي يطل على بلدة أورشليم القدس القديمة. هذه البلدة عاصرت أنبياء وقديسون كثيرون، تسمع صدى صوت الأنبياء وبتسمع أيضاً التعاليم اللي تمت من خلال هذه المدينة، وأهم شيء أحبائي الخلاص والفداء اللي تم في هذه المدينة لخلاص كل البشرية. أنا بدعوكم أن ندرس مع بعض في سلسلة دراسية جديدة شخصيات ميلادية اللي لعبت دور مهم جداً حول ميلاد الرب يسوع المسيح. بعض الشخصيات اللي هي كانت شخصيات سيئة وسلبية، والشخصيات الأخرى اللي الله استخدمها تكون بركة لكثيرين منا نحن اللي منشاهد هذه الحلقات. أنا بدعوكم حتى ندرس مع بعض، وأكيد راح تكون بركة لجميعنا.